أنا مع عبد الله. عبد الله. صحيح. كالعادة برشا ربح مع عبد الله شو تايم وتاها فواياج لاجونس نوميرو 1 دي فواياج اورغانيزي اون تونيزي اي لي سيجور. المرة هذه تاها فواياج تشجيع للسياحة الداخلية، تقترح عليكم انكم تدخلوا الباج نتاعها وتجاوبوا التصويرة هذيا فين وفانا بلاد، وباش تربحوا وتدخلوا على الباج تاها فواياج تحطوا جيم على الباج وتجاوبوا صحيح تحتها وتزيدوا بارتاجيوها عندكم، هكاكا تدخلوا اوتوماتيكمون معانا في الجو وتنجموا تربحوا ويكاند بور دو بيرسون في اوتيل في تونس افيك مساج حمام اي سونا. حمام اي سونا اون كوبل. توا باش نعطيو اسامي الناس اللي ربحوا معنا الجمعه اللي فاتت. رحمه زيود من جربه. رحمه زيود من جربه كان تسمع فينا راك ربحت. ايمن شعبان من تونس. ناديه الديماسي من قصر هلال. وتوا باش نستقبلوا ضيف هو اسطوره من اساطير الفن الشعبي، تقريب هو اول واحد في الفن الشعبي يدخل الشو في الجانب الاستعراضي متاع الفن وعلى الركح وفي المزود وفي الدنيا الكل. ونستقبلوا بحب كبير وبرشا تصفيق هادي حبوبه. فزاني هرب خطر بخد فزاني Yeah.
حركة يا قطعة من سوق البركة. ديامونت تلمع في شركة، ديامونت تلمع في شركة، حب الجو الزهواني ربخت ربخت فزاني، خلي تربخ فزاني. قمرة ذوات الليلة مد الخطوة ويجاني، ربخت ربخت فزاني، خلي تربخ فزاني. حبوبة وي ولف معلم يعيش أسطورة يعيش خويا يعيش. فماش شكون ما يحبش حبوبة؟ مش كون شعبي شعبي وي شعب فن شعبي فن شعبي وي. لكن ناس كل سمعته وي. ناس كل شطحت عليه وي. فماش بلاصة ما تخليهاش حبوبة وي. هك شفت كبار صغار قليل شكون من في الفن يعني صحيح. تعدى صحيح. بالأجيال كل وي. ناس كل قاعد تحبه معناها دي شومان كيما نقول حبيت أقول لك لطفي خويا لكني اللي يخدمه فيه هو من نوع من إيقاعات الشعوب إيقاع يعني الباتريموان أعطيني كلمة التراث يعني هو باقي تلقاه الركيزة الأولى مثلا تلقاه كما يقولوا في الموند البوب الريجي الراي ميرينجي أما كل الشعب الإيقاع متاعه الإيقاع كل شعب الإيقاع متاعه جمايك تحط الريجي عبارة على المزود متاعهم نحن باللي بش يعمل التونسي وبش زعما هكا وخاتيني واحد لكن كي يسمع الريتم هذايا دربوكة ومزود واحد فماش حاجة ما في عروقنا من أصل في عروقنا في عروقنا مهما كان ثقافته ودنيته معناها نعم صحيح صحيح حبوبة يا حبوبة يعيش كلاس يا أخوي تي وينك يا أخوي الغيبة جد غيبة كبيرة صحيح والله غيبة غبت علينا على الميديا على قديش غيبتك دامت والله بتقريبا 3 سنين 4 سنين 4 سنين 4-3 سنين كبار في 2014 كبار في عمر الفنان كيفك انت اليوم محبوب وديما يخدم وديما موجود في كل شيء تبارك الله صحيح بالمجد توخير الغرب جات يعني الولاية كونه اللي وقع حادث ولا فوالا هذا اللي حبيت نحكي عنه يعني كيما ناس كل سمعنا اللي وقع لك حادث اي وكان كبير كان كبير وحبينا نتمنوا عليك تمنى وتمنى الشعب التونسي اللي يتفرج تفجعنا عليك الحقيقة لكن صحيح. أنت الوحيد نجم تعطينا حالتك واللي تم تاعك لباس لا سلكتها لا الحمد لله فضل من عند ربي هو بقى حادث كبير أليم من نوعه كالراجل حياتي كاملة وأنا في الخدمة تاعي تابع الليل وتابع الزطوروت وتابع يعني المدن وين سفرنا ومشينا وين لكن أنت وقعت الغالب تلفيتة يعني كيف اللي يقول لك واحد ساعات هكا لفت ساعة القذار إلى غفلة. إلى غفلة بارك الله فيك بالكلام كيفاش صار سامحني ما نحبش ترجعك أنا مانيش نجري خرجت من أنت تسوق أنا سوق
انت كي تبدا تخدم انت تسوق؟ انا اسوق ما عندكش شكون يسوق بيك؟ يسوق بصراحه في العاده نسوق انا يعني دائما وابدا، كيف اللي مش ما عندي ثقه انا ما هكا من عادتي يعني حياتي كامله وانا يعني فالشطيه الكبيره الفنيه يعني باقي انا نخو الفونا نروح حتى ساعات من 400 500 كيلومتر نروح يعني بقدره ربي ونسوق انا يعني الكار تخرج الكهرباء يعني خرج الفرقه في الكار وانا ناخذ الكهرباء. شكون معاك في الكار؟ وحدي. وحدك؟ لا وحدي اللي ليتها يعني قريب انا سوسه يعني سوسه عندي تقول سوسه ما تفوش ساعة ونص ساعة ونص يعني بالكبير ساعة ونص. في تراجين تاع 80 90 مانيش نجري بالكل يعني مازلت حطيت كهرباء قراج البريمير دوزيام مازلت ما طلعتش حتى ال 50 60 يعني ضربت تك العجل الاولى طارت كلها كهرباء كامله طارت. الله في الطيره هذيك يعني استر رب العالمين اللي سهل ياسر خاطر شوف يعني في الريكسيون هذيك شفت اخر الدنيا الموت بجنبي لطف علي يعني عملت كهرباء لازم الكل يعني واستر رب العالمين وقفت وقفت قلبت الكهرباء دارت قلبت انا دخت ما عادش فقدت الوعي في الوقت هذاك فقدت الوعي الكل كانت مرحله صعيبه برشا صعيبه بالكذاب يعني مرحله تاع قد دمت سامحني لا فاهم قعدت مده كبيره اشهر قعدت نتبع فيها وقعدت نتبع بالدوايات يعني باش منعنا والحمد لله يعني فضل ما عند ربي هو ربي يكتب لي باش نواصل حياتي سينوم شنو تعني لك فتره كيف نكاي انسان يكون ماشي في جروند كارير وحياته الكل وانت نعرفوك الانسان يعني رياضي وسبورتيف وراجل يعني راجل تري ديناميك تجيك حكايه هكا حبوب يعني شنو هو اللي خرج اللي كاتب زيد يتفشل الانسان يفشل يعني حتى مش واحد يروبرون انا تعرف خدمتي صعيبه شويه نتحرك برشا في السير يا نوم دو دو سين يعني الراجل نشوف السان كامل نخدموا على السان الشوك لي زونغ الوسط تعبي اليمين تعبي اليسار عندك دونز خارج تفكر بالكلام اللي جاي تفكر الموزيكا اللي باش تخرج بها شنو اللي قعدت باش يخرج شنو التبديل من الضرب الساقين نخرجوا باليدين نخرجوا بالراس هذوما خمسه اجزاء يخدموا في البدن باش تتحكم انت الوسط والكتاف ما عندهمش برشا خدمه اما الخدمه الكل على الساقين وعلى الراس والكتاف هذوما متعبين برشا يلزم تعب كبير قداش من كيلومتر يعني كي نعدي بعرض بدا نعرض قداش من كيلومتر نعم في السان تحسبهم تلقاهم 12 15 حبوب انت كي تبدا سير سان سيرتو كي تبدا الدنيا سخونه معناها تقول واحد صب عليك بانومي صحيح سوريا نتاعك وحوايجك تخرجهم يقطر بالضبط وهذا اللي وقع الحمد لله اللي ربي منعنا وكان معنا ربي من بعد ثم بعد وقت العمليه اللي في راسي اللي الدم تحصل لي في راسي لطف عليك هذيك ولاباس اخطر حاجه وتعدي الحمد لله تعدي الحمد لله عليك لاباس لاباس حبوبه نحن نفرح لانك خونا وبونا ومحبه والتوانسه يحبوك يعني معزه خاصه وانت معناها انسان حط بسمته في التاريخ والحمد لله وذاك عرفت شكون حبيبك شكون مش حبيبك وقتها الفنانين صحيح وعرفت الاصدقاء وفهمت من غاديكا شنو يعني اصدقائي والحمد لله هذوكم هما وبارك الله فيهم جاوا زاروني وطلعوا عليا وعملوا تليفونات وعملوا اللازم الكل ناهيك وان المستشفى العسكري يعني الجنرال يدع سوي لي عمل العمليه في راسي والاستاذ عبد العزيز اميه الاستاذ اخونا رضا مريسة فهمت وزير الثقافه كذلك يرحم والديك والديه رجل طيب ممتاز قف معاك جاء طلع ليا فانا في عنفوان المرض نتاعي هو السيد الوالي وقت عمر منصور اخونا زاد محمد الهادي الجويني يعني الاصدقاء تبارك الله يعني وقفه كبيره وما شاء الله عليهم وبارك الله فيهم الاصدقاء بالميدان جاوا طلوا الزملاء طلوا عملوا تليفونات وطلوا شيء مباشره وشيء بالتليفون وشيء يعني يعني عملوا البه الحمد لله امورنا به اما فضل من عند ربي امور به كيف فضل هذا من عند ربي خلينا نرجعوا نعرفوا شكون حبوب شكون حبوب كيفاش بدا حبوب كيفاش جاتك اول فكره توا برشا صغار قاعدين يتفرجوا وليدات اللي مغروم بالدانس اللي مغروم بالكوره اللي مغروم ملقاش اثنين صحيح كيفاش حبوب الصغير اللي مازال ما يعرفوا حد اللي مازال هو بيدو ما اكتشفش روحه صحيح كيفاش جاتك الفكره انك اليوم باش وصلت لهذا كيفاش بديت
والمبدا يغني والمبدا يدربك ما نعرفش ندربك نعرف انت بديت عازف ايقاع دريك اي وزين وزين يعني نعزف دربوكة والبندير وبديت صغير بكل بديت دربك يعني على التيوس على التيوس على صدري دريق نعرف هذيك كلياك الله يرحمك الضربات هذوك في النوعيه هذيك وعلى الكراهب عرفت على الكراهب الكاسون ساعات تضرب على طنجره كاسون طنجره أي. وزان يعني بديت وزان حبيته الفن وين فانا حومه بالضبط وين انطلقت باب سويق باب سويق اللي هي حومه الوزانه وحومه الدريبكيه وحومه الكبش وكافي الشنطات والذكاره والباب سعدون فانا زنقة انت في باب سويق انا وانت قلالين خاطر انت في قلالين جار لوتا جار في بحذا البيقه بحذا البيقه بحذا جامع سبحانه الحبس الجبالي اي وهذيك ولاد حومه انت كيفاش بديت معناها مع شكون بديت سمعت ناس يدربكوا ولا كدربيكم تاع ولاد الحومه كيفاش تاع ولاد الحومه ونمشي الجيران هذاك عندهم فرح ولا حاجه تمشي تدرب نمشي ندرب كلهم ناخذ دربوكا ولا ما ونبدا نغني يعني قطاع يعني الشعبي الشعبيات الشعبيات اي الشعبيات مثلا الاسمردوني وداني داني الله يرحم بوديا زاد خدم خدمه كبيره يعني فهمت اي وبعد كيفاش تعديت للاحتراف؟ لا مشيت نخدم مع فرق زين عزيزه فوالا خدمت مع زين عزيزه بربي هذه الناس اللي يتفرجوا فينا هنا سيرتو صغيرات والناس ما تعرفش تاريخ من المليح فهمهم شكونهم زين وعزيزه زين وعزيزه زوز اخوه هما زوز اخوه زين الله يرحمها قعدت عزيزه ان شاء الله ربي يعطيها خاطر التوانسه زين وعزيزه يعرفوها كار كار صحيح يقول لك الكار اللي تهز هذيك واحد ويقص سيري يقول لك طلعت في زين وعزيزه صحيح وكار الدور وظهرها يقعد عامل هكا يلعب هكاك ايوا علاش سماو زين وعزيزه والكار علاش خاطر باقي لاصقين بعضهم تميل 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 في الليكسون ولا في قديم الزمان ما يبعدوش على بعضهم زين ديما مع بعضهم باقي مع بعضهم شكونهم وضح لنا شكونهم مغنيين رقصات رقصات أي. رقصات يعمل رقص الشعبي الشعبي يعمل رقص الشعبي كيفاش عرفتهم كيفاش دخلت معهم يا ما كونسيدونس مره نقص يعني عندهم وزان يعني كالثالث يعني مش موجود بتعديتهم الباب سعدون نعتهم حد عليانا يعني وين تعمل انت باب سعدون غادي قعدت تتعلم في الميزان عند جماعه عند ناس نسمع. تتصنت لا حد معلمني انا نسمع ونشوف بعيني على شكون تسمع على الصناعيه اللي موجودين وقت الصناعيه القدم الصناعيه القدم وزان الصحاح اللي هما ما يفوتوش يعني تقريبا ما يفوتوش 6 ناس في رباط باب سويقه وما يفوتوش 6 ناس او في رباط المركز نسال سؤال باش نرجع معك الوزانه والعازفين اللي جبتهم لك توا اش قولك فيهم؟ ممتازين الكل الكل خدمنا مع بعضنا هذوما الفرقه اللي جبناها خاص ليك انت ومعزه ونوع من التكريم الليله باش نعملوا لك باش نحفلوها لك على الاخر على الاخر الله يعطيك هذاك علاش جبنا لك اعز ما فما خاطر نعرفك صناعي وذواق وتتصنع تحيه اخرى خاصه لك كيفاش من بعد تعديت من وزان مع زينة وعزيزة المغني تو انت وزان شو مدخلك بالطبيعة انا مغروم ملي انا صغير مغروم بالغناء يعني كنت نجربك يعني مع زينة وعزيزة ونغني معهم ومام تاعهم ترديت ترد معناها الرد والرد وخدمت كورال زادة عند كورال حتى كورال. حتى عند مطربين كبار في البيت يعني اللي سبقوني مثل الوتريات يعني الوتريات يعني نعمل الكورال يعني نعمل في المذهب في تقولوا مذهبش سواء كوريست مراه ولا رجل يعني تولي في المذهب كيفاش اول مره خطفت انت تلقى روحك تك حبوبه لا بقيت روحي في فرنسا انا اي فنرجعوا لها فرنسا اما في تونس كيف جاتك الفكره باش تولي تغني معناها باش يخرج حبوبه وحده معناها باش ينعزل على على على, على زينه وعزيزه اي ما انعزلتش قعدت نخدم معهم اما بحكم السفريات يعني والخروجات لبرا جات تعرفت على امبريزاريو يعيش في فرنسا من بعد في 74 هذاك هذاك اما الاولاني اتصلت انا بشريط شندور انت وحدك اي وحدك هذا عام وقت ايه؟ شركة فرنسوية 67 68 عام 67 اتصلت بشركة فرنسوية في فرنسا في فرنسا نعم أي. في باريس اي شوندور هاكم محطوط اي داكورد اي 45 تور 45 تور يعني 45 لفة اي من بعد جات 30 اتصلت بهم اش قلت لهم؟ باش نغني لكم الشعبيات نتاع البلاد يعني اللي عندي سمعوا وانت ديجا غنيتهم في تونس؟ وانا قلت لك يعني كنوز نغني معاهم مع سواء مع زين وعزيزة او في الربوخات اللي انا زرتهم او الديار او المحفل المحافل سواء خدمت خاطر حتى في الارياف بديت تعم في اسم وقتها ولا مازلت جوست كلي مازال ديبار حفالي مازال ديبار اي مازال ديبار نتاعي يعني مش نظم على التسجيلات ونظم على الشركات التسجيل اللي هما موجودين في اوروبا
في البريود هذيك بالضبط، نحبك تتذكر معايا شوي، وانت مازلت في الديبار نتاعك، مازلت تمشي، مش انت يعني النجم الاول، ومش انت كنت تصور روحك باش توصل للكارير اللي وصلت لها اليوم؟ تبارك الله، كنت تصور اكثر بالحق. معناها حلمت من اللي انت صغير باش تولي؟ وي انا تبعت الروت هذاك، تبعت ثنيه هذيك، ثنيه هذيك حب من يعني من الاول قلت باش نولي. هي العالميه كانت قدامي نتفرج فيها. باهي، العالميه شنو طلبوا؟ شركه كبيره طلبت لي باش نحي المزود، باش نغني على الالات اللي هما حطوهم اللي نعمل فيه على السان. تحكي على انهم هذوما؟ الاولانيين ولا الثانيين؟ باركلي. باركلي مثلا، باركلي يكون من الكبايريه. اما ثم البوليدور مثلا، بوليدور وشركات اخرين، ثم شركه بعد شركه اللي باش نصدم معاهم على الالات اللي هما حطوهم. الالات الغربيه. الالات الغربيه نخدم خدمتي هذيك اللي على السان، يرد على الالات الغربيه ونحي المزود. يا اخي خذاو؟ رفضت. وخذاو الشاب خالد في بلاصته؟ هذا الشيء اللي ما يعرفوش. بعد خذاو خالد. بعد يعني الراي اللي هو، ويعني نحييهم جماعه الراي اللي نجحوا ولاوا عالميين بكل صراحه. ما تشوفش اللي باعوا القضيه مثلا تخليوا على الاتهم ومشاو لل الالات اللي توا يخدموا فيهم الجزائريين، توا يخدموا بالاتهم. بقى الراي ولا في منطقه. وعلاش انت ما قبلتش؟ خاطر باش نحي المزن. وانا عمري كامل وانا نجري على حاجه اللي حبيتها، اللي دخلت لي في جيشي من داخل. كيفاش نسلم في مزن؟ اي سيدي نعتبر هو بكل صراحه كيف اللي انا وقتها مانيش قد بعضي ولا ماني نقبل. تي نقبلها العمليه ومن بعد نجيب زخره ومزد، مش مزد برك. رفضت وهم رفضوا. بسلامه بسلامه. ما ندمتش توا هذاك الركول مع الوقت؟ لا ما ندمتش، ما نشعر. اش معنى؟ نشعر بشويه هكا. معناك اللي تحسها هكا شويه، خاطر قدامي العالميه محطوطه قدامي. ما يكفيكش هذا اللي تعيش فيه توا اسطوره الفن الشعبي؟ الحمد لله اللي انا يعني اللي الشيء اللي حبيته هاني قاعد فيه، هاني قاعد مواصل. اظن لي قلش من عام وانا مواصل في فني حمتو. اللي حبيته وهذا اللي راهو الكبير وهذيا. باه توا حكينا على الدربيك طلعت دريبكي، حكينا على الغناء طلعت مغني، وشتيح؟ شتيح غرام كيف غرام كبير برشا، حاجة كبيرة. شوف من اللي شفت أنا صغير قاعد نشوف في الدانس وقاعد نشوف شكون يعني كان يشتغل قبل؟ اللي كانت في الربوخات، يعني عندنا كانت ربوخات سهريات يعني جيراننا أو في الحومة. صحيح، ما كانش فما فنان يشتح استعراضي بشتيح. أنا سبقت العملية راني سبقت من الوقت راه نعرف هذاك عليه. أنت كان يشتح يتطرد يتسب يتطرد يتهان يقولوا في برشا كلام بالأسامي الكل. والدار اللي تعمل مزد أو تعمل السهريه تتنعت بصبع كان يعمل مزد. الدار هذيك عملت مزد، يقول لك على يعني ليميت ما يتخالطوش يعني وناس ما فوالا عملوا مزد يعني كيف اللي هكا كان شويه هكا زعما ماهوش معقول هكا وذا شنو اللي قاعد دارج تقريبا. عاد زدتها شتيح جمله واحده وقتها. شتيح عيب ياسر وقتها. توا عيب في تونس. صحيح عيب صحيح. توا يحبوا يعايروا واحد يقولوا له رقاص وشطاح. وانا يقول لك قول حبيبي. يا راك فرجة. أنا فرجة. أنا فرجة مع بعضنا. إي أما كيفاش جاتك فكرة من بعد مستعمل ستيلك في الدانس؟ إي عملت نوعية في الدانس. كانوا يشطحوا كيك قبل عبادك الحلة بتاع اليدين. شو تحركات معقولة هكا وتحركات لا نعرف. أما عندك ستيلك معناها اللي يشوفها شطحة يقول لك هذه شطحة حبوبة. حلة اليدين راس النسر. النسر مثلا. والنسر منين جبتها؟ مثلا النسر محطوطة تاع شاكي شون مثلا. هذه بالحق لا حلوه برسلي تقول فيها حلوه. لا كما نقولوا ممكن حاجه. انا باش نقول لك حاجه يمكن اول مره نقولها في البرايف نتاعي. وقت نبدا نتمرن على قطعه جديده او ايقاع جديد اللي هو باش نحسن فيه كما نقولوا نلقاو كما نقولوا ايقاع نلقاو الدرابك تسلف الاطبار يتربع والبنادره تخمس. هذوما نحطهم هنا في راسي نخرج منهم حاجه كيما عملنا الدوميلا في رادس 160 صناعي. خدمه كبيره هي. مش شطحات شطحات هاني جيتك الكوريغرافي نلقاو شطحات يعني تجبد من الايقاع
من الايقاع. مثلا هذه مش عندنا في الشطحات مقرون. مقرون اي يعني مقرون. خيالي ومقرون. الخيالي يعني هاك تحط سر تضرب تطلع الخيالي وتعمل هكا تلقى روح فسي حلو اوصل كيما نقول تولي هكا تنجم توزعها كيما تحب. باهي ما عندكش برشا خطاوي في الساقين باش تبدلهم. التبديل كل في اليدين لهنا يتبدل فرجه في اليدين. الساق مش تعمل هكا وتعمل هكا فيها دولا تروبوزيسيون. انما الخدمه كلها لهنا باش توري يعني مع السواري ليزومبل تهبط النوع الفضفاضه تعاونك في الدوره من الدوران. ما ستلك سمرة وحلت مسلينك وحل مرة بنجد بالحق بالحق صحيح مرة تفزر بالحق تفزر. مين هذا كيف سوريا تفزر سوريا تفزر تفزر في دورة في دورة من الدورات في سهرية كبيرة ولا صغيرة يعني في عرض في عرض في عرض في عرض كبير بربي وتبيع السقيم على 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 زادة. مازلت عندي برشا أسئلة الشعب يحب يعرف الشطحة وحكينا فيها وفهمنا كيفاش معناها تكمبيسات بتاع الشطحات والسواري ذوما تاع حبوبه معروفه سورية حبوبه تلمع من بعيد ومحلوله وفضفاضه معناها يقول لك لابس سورية حبوبه واللي اقوى من هذا استبيطه بتاعك ما وقفتش انه انت تعمل ساعه ولا اللي يحب يعمل مزود واللي يحب يولي بزيد ويعمل سيرتو في الفن الاستعراضي يلبس سورية ذيك فما شكون يخرج يسهر بهم اي صحيح ويمشي الديسكوتيك يعني نوع على مودة ولا تايك ممكن علاش لا احنا نشوفوا المراول ساعات تلقاهم البرة يعني من نوعهم من الاصل نتاعهم من الاصل نتاعهم يلبسوا من الاصل نتاعهم. احنا مثلا عندنا مراول فضيلة شو نحطوهم على الجين صحيح ولا يلبسوا فيهم توا خرجت حاجة تخيز على موت ولا تعلمية النوع يعني كنت نحطه انا سفاري ممكن شافوه اللي هو معقول يعني ولا يلبسوا منه. انت استنبطتها مش مخطيف من عند الناس ما من الاول ما سبوكش العباد ما قالوش بيه شي يعمل هذايا لا عجبتهم الاغلبيه من الاول خاطر الاولى كيما نقولوش بيه هكا ولا علاش يعمل هكا ودنا كل ما نوصلش. انا عندي حاجه اذا نشوف الببليك خاطر هو اللي يحكم الحكم الاولاني عندي انا هو الببليك. اذا الببليك ما عجبتوش حاجه ما عادش نعاودها. اذا كانت قدمت للرقص انا وقدمت الايقاع وعجب الببليك نواصل خاطر الببليك هو الروح. انا إذا كان عجب الببليك نتبع برشا كي يشوفوا حبوبة سيغسين وشوفوك تبارك الله كما قلت أنت قبيلة حكيت لي لي زونجل متاع السين الكل تاكلهم وما توقفش وشتيح وغناء معناها بس ما اللي حبيتها برشا فيزيك برشا ما يعرفوش هاوك علاش قلت لك أنا في التمارين في البرايب نبرف على إنتاج جديد على إيقاع على إيقاع كيفاش لكن مش هذاك هو حبوب أما ما نبرفش على الدانس لا بكل عمل متمرنت عليه حبيت نحكي تعمل مثلا كنت تخرج فوتينغات كنت ترينا ها باش نخرج صحيح فوتينغات خاطر الدانس اللي نخدم الدانس يحب لي برشا نفس يزيني برشا هو باش نتعرض للكلام نتعرض للتابلو اللي متعدين قدامي ساعات عندك تابلو ساعات ديو ساعات تبدا باقي التحضيرات يعني اذا كان ما عملش تمارين اذا ما نعملش نهار بعد نهار تمارين ما ندخلش نعمل العروض بالكل ما نقبلش باش نعمل عرض يعني تصورني يعني في مهرجان كبير يعني واحنا عندنا مسارح كبيره وعالميه اللي زارونا من العالم اجمع يبهتوا في كارتاج نقدم يعني في عرض من العروض الكبار الا وتلقاني متشبث بالشيء اللي انا نقدم فيه ويزمني برشا هواء وبرشا سوفل وبرشا خدمه. حبوبه ملي غبت انت شويه على الركح توا المده هذه الاخرى ما جاء حتى حد عبر الركح كيما حبوبه ما جاء حتى حد عمل الفن الاستعراضي الشعبي الاستعراضي. فما محاولات فما محاولات صحيح فما محاولات فما محاولات شكون تراه انت يا ترى معناها الساحه ما فما حد يا ترى فما ناس نجم بتيتر توصل يا تبارك الله عليهم. لا انا نقول لك اللي موجود تبارك الله عليهم في الاداء وفي القطاع وفي الموسيقى اللي قدموا فيها حاجه ممتازه مواضيع تركب الكيف اصوات جميله جدا وتؤدي كما ينبغي. الدانس هو كيف اللي انا نشوفه موهبه حاجه اللي حبيتها خاطر ما نعرفش انا اذا حبيت حاجه باش تعطيك انا قدمت للفن هذا يعطيته هو اعطاني شدينا في بعضنا والزملاء تقدمنا مش بالتفليق قدمنا بعض خاطر امور جديده كانت امور صعيبه ما يعديوناش في الاعلام مثلا مش اعلام يعدي ممنوع بتاتا منع بات يعني اظن لي كيفاش لهنا ولات امور تاع محبه امور ما بيني وبين الفن الشعبي مش نقول لك محبه كبيره للاخر
هي اللي خلتني باش نقدم روحي للشارع. والحب هذا يتعدى للعباد والعباد تحبك، الناس تحبك. والحمد لله هذاك علاش قلت لك الجمهور هو الحكم، وتصفيقه من الجمهور على روحك. اي نورمالمون فنان في قيمتك اليوم الفنيه في الفن الشعبي، في اسطورتك، في اليوم حرصك على الفن، في اللي اعطيته للتاريخ للفن الشعبي لليوم، نورمالمون يعملوا لك اوماج، يعملوا لك تكريم، وقع تكريمك من الحكومه، من الدوله، من وزاره الثقافه. وقع هو القاع اللي يعني، لكن مش في مستوى اللي يستنيه حبوب الحقيقه. وشيء هذا يوجد، هذا كلام معقول اللي تقول فيه. كلام معقول اللي تقول فيه معقول. بقى يعني التكريم بقى، حبيت كما قلت انت يعني الحاجه تبدا كما حاجه في المستوى البر يبدا عندهم فنان حتى اشتر الباس يقبل به الدنيا باهي. زاد وقع تكريمك، ما نعرفش هو التكريم ولا انت تقولنا بالضبط شنو. ونعرف اللي انت ما عجبتكش الحكايه درنير مو في الحمامات، فما شكون عمل زعمة تكريم للحبوبه سمير العقربي باش نسميه الاسامي. نعم نعم، عمل تكريم وانت ميم على ليميت تخششت بنوع نتاع التكريم، ظهر لك مش في المستوى، جاب ناس ما تعرفش تغني. و هو بصراحه تكلم لا بصراحه انا نقول احترامنا اللي موجود للناس كل احنا نحترموه. انا ما نعرفش ندرى سمير بركه ولا شكون معاه. انا اللي خلط لي في ودني اخيرا اللي كونه ثم تكريم في الحمامات وحبوبه يرقص ويغني. في بالكش؟ انا ما بباليش الا بعد ما لموا الريكروتمون لما يعني شاوروك. لا مش موجود. انا شنو تكريم لشكون؟ مانيش فاهم لشكون. محطوط في الواحد لا في الشاش حبوبه يرقص ويغني. اي وانا مش موجود لا في الرقص لا في الغناء. وحبوبه ما حضرش انا في الحمامات ومانيش موجود. بعثت بالتصويره يعني عملوا باسمك عرض، دخلوا به الفلوس عرض يعني تجاري، امور تجاريه تاجروا بيك معناها، امور تجاريه يعني بيع وانت تسكر وكا. بقى الحاجه اللي هي وجابوا دار لطفله نتاع نوري نوري تشطح. اي مش حلو هذاك. فاش مش حلو؟ كي توري ولا في الباس مش حلو. هو شعبي الشعبي لو كان قلت لي نحط حرام نمشي معاك، نحط مريول فضيله نمشي معاك، ما باش تحط يعني نوري نوري. تقلقت؟ مش حلو مع الشعبيات. تقلقت؟ راه العرض الكل مش اللبسه هذيك برك. انا لو كان جا كيما نقولوا لخابه من استشار في الدنيا، لو كان زيد شاورتني نقول لك ها واش نجموا نعملوا؟ ها واش نجموا نغنيوا؟ نعيطوا الشعراء اللي تعاملت معاهم، نعيطوا الناس اللي هما عملوا معايا ديو وعملت معاهم ديو سواء من المؤنث او من المذكر، وندخلوا ونعملوا عرض اللي هو تكريم بالمجد. اما مش ندخل على عمليه تجاريه وانا في باليش نرقص ونغني وانا مش موجود. باش تشكي بهم؟ كلمت من فرنسا. لا اذا يعاودوا راني نعمل الاسم. شنو تعمل؟ اذا كان توا سمعت خاطر اي واحد مره جاي باش يعمل حاجه على حبوبه ولا ياخذ غنيت ولا يعمل تكريم وما يشاوروش ولا سبيكتاكل، حبوبه مش باش يرحم. لا باش نتقدم نعمل الاسم. شنو الاسم؟ احنا ماذا بينا كل واحد يعني في قدره، ماذا بينا نحترموا رواحنا، ماذا بينا تحترمني واحترمك، هكا تكون المعامله وهكا تكون يعني الفنانين من جد. اما اذا كان بتجيب تاخذ لي اسمي تخدم به وانا قاعد نتفرج، زاد مش حلوه. تحط حبوبه يرقص يغني وانا مش موجود. شوف حبوبه يعني ماذا بينا نكون نحن يعني باش نحاولوا نصلحوا غلطه الناس هذوما، وسيرتو غلطه اليوم ما نعرفش الدولة ولا شكون اليوم اللي يزم يعطي قدر للفنانين ويكرمهم بالحق. صحيح صحيح. وهما حيين أهم حاجة. نحن الفنانين ماذا بيا يفرح بيا حي، ما يهمنيش بعد شيت على روحي أمورهم. بالعكس اليوم الناس تكرمك وتفرح بيك وتعطيك حقك. كان فنان كبير ولا عازف ناقصته حاجة اليوم، مش بعد ما يمشي يعملوا له مهرجان باسمه ونهج باسمه وميسيون وقال شنو شوية دموع وزيدوا يضرب. اليوم نحن باش نعملوا اللي نجمه في عبد اللي شو تايب. أنا نحبك برشا، ليكيب نتاعي تلفزتنا تحبك برشا، وفما زاد واحد يحبك برشا جبناه باش يعمل لك تكريم باش يغني غنياتك، وما تصورش قداش يحبك خاطر باش نحكيو معاه. أيه. نستقبلوا مع بعضنا ايمن بن عطية.
المزود خدام يركز يا زينة لقدام ليلى والمزود خدام يركز يا زينة لقدام حبوبة بالصوت يغني حبوبة بالصوت يغني لطلوع الفجر البسام لطلوع الفجر البسام ليلى المزود خدام يركز يا زينة لقدام حبوبة مطلع الفجر البسام اركز يا زينة ويا عويشة يلي بيك هنا تلعيشة اركز يا زينة ويا عويشة يلي بيك هنا تلعيشة اركز يا زينة ويا عويشة يلي بيك هنا تلعيشة نهدي لك خل خال وريشة نهدي لك خل خال وريشة حلقة وخواتم وحزام حلقة وخواتم وحزام كانك خدام ارقص يا سمرة خموري على نغمة المزود دور ارقص يا سمرة خموري على نغمة المزود دور ارقص يا سمرة خموري على نغمة المزود دور لكن غني عربي وسوري لكن غني عربي وسوري ومدام المزود خدام مدام المزود خدام كانك خدام في زمانة دور الأحزان في زمانة دور الأحزان في زمانك زيد القدام في زمانك ليلى والمزود خدام ليلى على المزود خدام اركز يا زينة لقدام حبوبة بالصوت يغني حبوبة بالصوت يغني مطلع الفجر البسام مطلع الفجر البسام Thank you.
نجش. اقعد اقعد ايمن. انا قاعدين. ايمن استنى استنى. حبوب ايمن تبارك الله عليه. تعرفوا تعرفوا انت من الفنانين الشبان اللي تربيت على الموسيقى وعلى حبوبه وفي الحوم العربي وعلى المزود وعلى الخانات كامله. اي بتبع ثقافتك. شنو يعني لك حبوبه بالضبط؟ انت خاطر تنجم تفهم برشا ناس اكثر مني انا. حبوبه 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 تري غروند ليجوند. حبوبه اكثر من اسطوره. حبوبه هو بالحق سفير الاغنيه التونسيه معناتها بمعنى صحيح. سي الهادي غنى التعريف معناتها مشى غنى غنى باسم تونس في بلدان صعيبه برشا في الصين في امريكا دار العالم معناتها بالمزيد. دونك قيمه ثابته وفالور سور معناتها ما فيهاش لا شك ولا اختلاف. معناها انت كي تغني له شنو فما تكنيكمون في الحكايه فما فهمتش نقصد معناها حتى فنيا ابار اللي هو في المحافل تكنيكمون. انت خاطر القبيله نحكي معاك عجبني في حاجه جاني يرعش وشدد هكا واحده في يده وعاود برف ثلاثه مرات وقلنا له صفا عاد هو حبوب هنا وقال لي ليه راهو الشكل والنكته والحرف مهم حبوب راهو يخدم برشا على الديتاي وعجبني برشا في الحكايه ذي يعني. اي بيان سور بيان سور. سي الهادي معناتها قامه كبيره معناتها الحقيقه انا قد ما خدمت معناتها عروض وهاد عمره ما صار لي تراك قد اليوم بالحق لانه انك باش تقدم معناتها تكريم الفنان كبير كيما سي الهادي حاجه معناتها روعه ما سهله وان شاء الله نكون مو نجحت معناتها سورتو مع الناس هذوما. نحن اي سي ايمن عجبتنا ما نعرفش كان حبوبه راضي عليك ولا راه فيه شيخ ويعمل لك ويعمل لي هكا. ان شاء الله ان شاء الله. الحاجه الحلوه اللي تعلمني في ايمن من جد يعني مخارج الحروف. اي كيفاش يخرج الحروف يعني مخارج الجمله كيفاش تخرج مع الايقاع بسهوله تامه. وهذه صنعه كبيره. صنعه وهذه صنعه وهذه صنعه وهذه صنعه. دبرتها صاحبي ايمن. لطفي سامحني من غير ما ننساو بالحق راهي الفرقه هذه معناتها بقياده سي جلال مراد الناس الكل بالحق معناتها قيمه ثابته وهذوما من احسن ما ثم وهذوما الناس اللي بالحق معناتها الى يومنا هذا شادين باش انه التصويره نتاع المزود والفنون نتاع اللحوم العربي. وكتكر اللي تخلى معاك يبرم في هكا شو هكا لا هذاك تابع معناتها تابع الشو تابع الشو تايم ريت معناها باش واحد يعمل حبوبه لازم يجيب مغني ويجيب دونسور ويجيب درا شنو باش تعمل حبوبه. اي مش بس حبوبه حب برها حاجه كبيره برشا ما تنجم ما نجمش حتى حد يقلد راهو سيليت. احنا حتى كي عملنا ذي قلنا فماش ما نوصلوش هكا معناتها ان تونيكا وصلت وصلت يعطيكم الصحه فريمون. يعطيكم الصحه فريمون ممتاز حاجه يعني والحلو برشا اللي الناس واقفه على خدمها يقوموا بالتمارين ويعاودوا على البرايه. اي مش هذا برشا عندك انت انت عندك جديد زاده. اي ان شاء الله كنت نسجل في فيديو كليب جديد فهمتي اخترت اغنيه تزيريه صلوا زيدوا دونك معاك زاده قامه وبونا زاده وخونا الكبير ولد حومتي. اي بيان سور بابا الهادي دنيا بابا الهادي. اي كان معايا عامل هادي في الفيديو معناتها في التصوير. اي واحد راهو من الفنانين ولا بلاد الحومه تقول له بابا هادي يتبسم خاطر حلو ضامن برشا في الدنيا العباد ما يعرفوش يعرفوا هناك وبلها سل الدنيا معناتها على الفيسبا يبدا حاوث في الحومه يجي يقعد بحذانا في القهوه ديما عنده نكته خفيف روح. تحيه خاصه لي ان شاء الله نهار يكون زاد موجود معانا ما نسيناكش بابا هادي او شاهينك صح. خل نشوفوا التيزر بتاع الكليب ونرجعوا به. باهي باهي سيدي. نشوفوا الكليب سوقتنا باش نسمعوا الغنيه ان شاء الله من الاقرب وقت ماكسيموم جمعه ان شاء الله يكون موجود معناتها للناس الكل نجموا يتابعوها. سي ايمن مرحبا بيك فرحنا بشفناك وان شاء الله كي يخرج الكليب نتاعك يا عايش
البرنامج هذا على ذمتك ولطفي العبدلي وشوي تايم على ذمتك، تحيه خاصه ليك يا عايشك يا عايشك، ان شاء الله ان جراند كارير ان شاء الله. بما انه لما ذا عندك حاجه تقولها تقول اي بيان سور. بما انه لما ذا هي لما معناتها 100% فن شعبي، دونك نحب نتقدم التحيه لقامه كبيره بالحق في تونس، قامه كبيره 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 برشا، اللي هو الفنان الكبير لطفي جورمان. دونك لطفي مسكين مريض شويه، ان شاء الله ربي يفرج عليه. فهمتي؟ وراهو معناتها لطفي معناتها لو كان جات معناتها الدنيا دنيا، وفما في تونس حقوق تاليف، راهو يمكن من اكثر الناس اللي كانت في تونس معناتها خلينا نقولوا دخلت فلوس، ولا خاطر تفرجت فيه الحقيقه معناتها كانت في حاله اللي هي وجعني قلبي. اون بليس ولد عمتي ولطفي ما هو قاعد لحتى حد، لي توجور ان تري غران متر، ونقدموا له تحيه كبيره لطفي، وراك ديما في العالم معناتها. لطفي معناتها من الناس اللي تقريبا في كارير وعنده اكثر من 800 اغنيه، فهمتني ماهوش شويه، وتقريبا تويكا معناتها الحاجه اللي ساعات تحز في نفوسنا معناتها احنا اولاد لحوم العربي، انه لطفي مثلا قامه كبيره عنده 4 ولا 5 اغنيات معروفين، واللي هما تقريبا معناتها فنيا وموسيقيا بارابور لشنو عامل لطفي معناتها خلينا نقولوا بساط معناتها، فهمتني؟ لكن لطفي راهو تاريخ كبير بالحق للناس اللي ما وصلتش عرفت لطفي شنو يقول ولا شنو قدم كفن في تاريخه. بالحق ندعي الناس باش تمشي تفركس شويه وتشوف. تحيه كبيره للفنان لطفي جورمان، ميرسي يا ايمن، ربي يفضلك خويا. يعيشك يعيشك. حاجه اخرى تحب، عندك شي فنان اخر تحب تحكي عليه؟ لا لا صافا، تحيه للناس الكل وربي ينجح الناس الكل. سينو ارجع لنا ومازال حبوبه هنا، تذكر فنان 10 ترى عاود عايش خويا، ربي يفضلك. عايشك يا ميرسي يا ايمن، ميرسي عايش خويا. مرحبا بيك. قبل ما نرجعوا لك حبوبه، عندنا نحن كرهبه والمرة تصير هذيا في يعني في البرامج نتاع تونس وفي التنشيط، انه قبل ما تنسين يجيبوا كرهبه يقول العباد ابعثوا اس ام اس باش تربحوها. نحن المره هذيا الكرهبه مازالت ما جاتش، عندنا كرهبه صغيره مش هذيا باش يربحوها العباد. ايوه نحن اي مواطن قاعد يتفرج توا ينجم يبعث اس ام اس فيه الكرهبه اللي حاجته بها في مخه، معناه يحب يحلم بكرهبه معينه ينجم يربحها، يبعث ميساج ويكتب اسم الكهرباء على 85 899، واللي ما عندوش كهرباء يحلم بها يبعث ميساج نورمال فيه كيكا زوز يدخلوا اوتوماتيكمون في القرعه، ومن بعد اللي باش يربح باش نفرزوه ويربح الكهرباء اللي اختاروها الناس الكل فيهم عليها الناس الكل. ابعثوا لنا الاس ام اس نتاعكم 85 899. حبوبه انا نعرف الربوخ، الربوخ المزود الربوخ هو ربوخ ما يبداو يخدموا ابار لازم يسخنوا البنادر، لازم يسخنوا ال اي بالجد صحيح صراحه خلينا نحكيو معناها ابار اللي معناها جوني موجود كعازف اول كلامك كلام صحيح، اما باش نقول لك اللي العالم اجمع قاعد ماشي هكا. لا نعرف مش احنا يعني احنا بالصغير راهو العمليه صغيره فيها ميده ولا طاوله يعني فيها مشتهيات فما حاجه ديما تحت الطاولة هذيك تسخن كل كانون بها كل كانون هذاك فما كانون البندير وفما العالم اجمع قاعد يمشي هكا العالم اجمع. بون انا كيما نقولوا جات يعني مناسبه وربي كتب والحمد لله فضل من عند ربي والحمد لله تقريبا نعرف شطر العالم زر شطر العالم تقريبا الله وقت اللي نهبط ساعات في عروض اللي فيها 30 بلاد و40 بلاد تشارك معايا ونشارك معاهم كلهم يقرطعوا على بكرة أبيهم وهنين ما شنو الدوزاج ممتاز عندهم فما الخفة اللي حاجة 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 كبيرة. أما كما قلوا احنا عندنا كما قلوا مش دوزاج بتاع واحد يولي يلوش الميكرو يولي يلوش في الجمهور ما خيرش من الإنسان يقلل ويدل في كل شيء قلل ودل كسر من العسل تك تك سخن اهبط اعطيها هكا هو ليش حبيت نعرف انا حبيت نتهنى على لا كل ما تهني شنو جديد حبوب؟ يعني عملنا ثم قطعتين حاضرين يعني للتسجيل وقطع اخرى يعني ان شاء الله تكمل في مارس بحول الله ويكونوا يعاونوني في العرض اللي انا قاعد نخدم فيه شيء في شيء خاطر من طبيعتي انا يعني ما شاركت يعني الا في عملت مشاركه الا في النوبه هذيك المشاركه الوحيده اللي قمت بها في تاريخي
سينو كل عروضك وحدك. الكل نعمل نقدم العروض نتاعي انا وفرقتي والخيانه الصناعيه يعني والكل نعمل اللي نعمل بهم ريكروتمون رونفورسمون يعني نقوي في الحجم نتاع العرض سواء من الفرجه من الدانس من جميع ما التحضيرات الكل ونزيد عليهم جديد. عندك ثلاثة غنيات جدد نشوفوهم بحول الله ثلاثة غنيات الشعر شكون كتابة شكون الدرداني هذه بما فيهم الدرداني هي مسجلة أما هي هذه حاجة سليم من التراث هو مول القطعة هنا هو مول القطعة سليم هنا سليم السالمي هو اللي كتب ولحن القطعة هي مكتوبة حاجة جديدة مش حاجة من التراث لا جديدة التراث ما مسيش راني من التراث سامحني الكلمات الدرداني يا داني خلي تربخ فزاني وربخت فزاني وربخت فزاني مع الفزاني جانا من ليبيا من مدينة فزان ليبيا بدأوا بالفزاني ليبيا بالفزاني يقول لك فزاني طرابلسي الكل يقول فزاني مرتاح شو فزاني مرتاح فزاني طرابلسي ربي سمعونا فزاني مرتاح خلي لعبة تفهم مش معناه طرابلسي المرتاح ترى استنى هذا فزاني مرتاح عطينا فزاني مش مرتاح تعب كلي على اعصابه ولا سيليادي تو شنو الفرق ما بين استنى ظهرلي باش نعملوا انا عجبتني الحكايه سيليادي خاطر نعرفوا صنيعي برشا وفما موازين واوزان ما نسمعوش بهم حتى كي نسمعوهم يظهروا لنا شنو اعطينا مثلا حاجه هكا فما حاجه اسمها جبالي ولا جبالي ولا حجالي قلتي سعداوي حجالي صحيت حاجتك هكا سعداوي حجالي سعداوي مثلا سعداوي تراه سعداوي شو اسمه الاخر حجالي الحجالي هو نفس السعداوي اما يزيد عليه اعطينا حاجه من عند جلال حاجه من زين اللي شو اسمه قلت لي فجاك في الج فزاني سوقا فزاني سوقا سودا سوقا هذا فزاني شنو هو؟ سوقا عليه سوقا معناها سوقا توا كل واحد راهو اللي يمشي في الشارع الكل الناس كلها شاطحه راهي في المشي على كل واحد عنده ريتم كل واحد عنده مثلا اللي باش يمشي كما نقولوا بشويه باش يعمل تاك شتاك ذاك شنو شتاك يعني خطوه السوقه محلوله هاو مزروب معناها يشطعهم في بالوش هاو مزروب تشتراك معناها انك نزرب تنولي تولي تعمل في السوقه مزروبه مثلا معناها واحد كان يعمل طبال معاه يعمل فرقه وهو ماشي الخدمه باهي واحد يعمل في الشوارع مثلا الشوارع تعرف الشوارع وين جيتها هذا الشوارع سامحوني اي بالعكس انا شتك دباتك ريتك دبات الرك شتك دبات الرك امشي انا شارعي انا شارعي شارعي يديها حسيتها حسيتها ما كأنها ما مشيت سيد الوالي كل يبدا يمشي ويطل هكا ويوقف وبسربسها ومعها والا شوفي فترينا مثلا في الشارع اي هذه الفترينا اللي فيها حاجه عجبتك اشتك دب اشتك دب الطق اشتك يعني قديش برسلح لينا مثلا اي والله يريد هذا شوارعي هذا شوارعي اي ميزان شوارعي اي هو يقولوا الغيطة 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 ها هو بيدو الغيطة هو بيدو هو شوارعي قبل اللي يقولوا شفاعة توا كما يقولوا ولا اسمه الغيطة اللي ما تعرفت يعني أغلبية الناس هي الغيطة أنت أحسن ميزان يعجبك شيخ علي حبوبة لا أنا هكاكا يكونوا مني الميزانات الكل شنو يكونوا مني؟ يكونوا مع بعضنا أنا نخدم عليهم الكل الميزانات الكل في السوق في الفزازن في الشوارع يتخلط في البونوارة في الدرازي في الدرازي مثلا يعني ميزان درازي تاك ما تركوا بالطبلة عصي يتخلطوا هما بعد ساعات ولا كل ميزان في لا خلطناهم
والحمد لله اللي خلصناهم كوكتيل وعندنا ميزان وتزيدهم شوية. أنا أقول لك اللي حاجة كبيرة راهو تزيدهم جوني يولي أمور باهية لا ما يدخلش هكاك ما يدخلش إلا في مناسبات. إي بون يكون قبل كنا ما فيهم أنا يعني ما خلصت وقت اللي أنا والله الحقيقة مع احترامي شفت ناس ما نحبش نسمي أساميهم يعني يبدا هكا عامل لا عاد صحيح بداو بالبصل وثوم باش يرجع يغني من بعد ممكن باهي هادي باش سمعنا حاجة من غنياتك نجم جدد ولا القدم مش تختار انت نختموا بها ونسكروا بها البرنامج قبل ما نقول لك ميرسي بوكو بوكو على الحضور بتاعك شرف كبير لينا هادي نعرف لي انت معناها ما معاش تمشي برشا للتلفز ومعاش صحيح ما عندكش الوقت ونحن فرحانين برشا وانت تقعد الاسطوره نتاعنا وان شاء الله البرنامج عجبك وان شاء الله جونا والحضور تاع الخيال الكل والناس اللي معانا الكل تلمت وحتى الناس اللي تشاهد فينا يعني عن طريق التلفاز هذا نقول لهم يعني على روسنا وعينينا رانا نقدموكم باقي نخدموكم وباقي نفرحوكم باقي Right now.
ودي نشكروا 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 الهادي حبوبه ونشكروا الاسطوره نتاعنا ميرسي على حضورك نخرجوا فاصل ثم نعود